كان الإمام محمد بن سعود يضع قواعدا يسير عليها بيت المال من حيث الخراج، مما جعل الدرعية تتبوأ مركزا مهما في نجد. ذكر بيان صادر عن الديوان الملكي السعودي أن الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود سيرأس وفد المملكة في أعمال قمة قادة مجموعة العشرين من خلال الاتصال المرئي. من بدينا حتى اليوم وحنا بالاقتصاد أقوى بلاد.